السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ هكلمكم في الكيس سيريز دي على حالة جديدة. كل مرة هحاول اقدم لك زي كيس بريزنتيشن والاي سي جي بتاعها وازاي تفكر فيها، وممكن تطلع بيها معلومة جديدة. وبالنسبة للبيزكس، فلما تيجي نقطة تبع البيزك انا هقول انت بتحسبها ازاي بحيث تقدر تطبق ده. فتخيل معايا دلوقتي، وبرضو لو في حاجات انت معرفتهاش عادي جدا، في حاجات برضو انا مكنتش عارفاها ولسه عارفاها ريسنتلي. يعني تخيل ان انت دلوقتي نايب الاطفال اللي في الاستقبال، وجات لك حالة في الطوارئ. الحالة دي عبارة عن بنوتة 16 سنة، RTA اللي احنا Road Traffic Accident، مش RTA بتاعت الرينال. ماشي. البنت دي جاية أصلا جاية في حادثة، وجاية معاها تشست بين. اللي موجود في الطوارئ بيبقى غالبا انت ودكتور الطوارئ برضو. سن الستاشرات ده هتلاقي يعني ايه، هم ممكن بيتعاملوا اكتر مننا، وطبعا حوادث هما بيتعاملوا اكتر منك. اي تشست بين هو بالنسبة لنا احنا في الاطفال، يعني انت الموست كومن هتبقى الحاجات اللي هي الماسكولوسكيليتال، حد جاي في تروما فمصلي حاجة تروماتيك يعني بالنسبة له أكتر. برضو غير التروما بيخافوا من الإسكيميز، ولو إن ده مش الإيدج بتاعها. وزي ما قلنا برضو إن مش بس بتبص على إي سي جي، الهيستوري والبرزنتيشن مهمة بتاعة البيشن. تمام. وبعد كده البيشن دي بدأت تبقى ديستوربت كونشسنس، لسه ما عملتش السيرفي، ما عملتش سي تيات ولا حاجة، كانت تحت بس عملت الإي سي جي. الإي سي جي بتاعها كان اللي هو ده كده. هو طبعا بص اتخض، انت بصيت ما عادي بالنسبة لك، ما فيش اي حاجة، ما تأثرتش قوي. ليه؟ اللي هي اوكي انفيرتد تي، احنا لسه واخدينها المحاضرة اللي فاتت، فانت ما تخضتش جدا ولا حاجة. بالنسبة له هو يعني ايه، بيخاف من الاسكيميز، فلا انفيرتد تي، لا حاجات كده. فكر في كيو، بص هنا، لا الكيو تي انترفال بالنسبة له كبيرة قوي. طبعا المفروض انت كمان تبقى واخد بالك من الكيو تي انترفال. انا في الاي سي جي ده عايزك تعرف تحسب الكيو تي انترفال. انا ما بصيت لها كده، هي احس ان يعني كيو تي يعني من بداية الكيو ويف لنهاية التي ويف. واضح ان في مسافة هنا، يعني ايه شرحة كده وجرحة هنا، كي تي انترفال دي كبيرة جدا. طيب وفي انفيرتد تي، بالنسبة لك انت ما تأثرتش بالنسبة للانفيرتد تي، لان انت قعدت تقول جوفينايل تي ممكن دي 16 سنة، قلت اوكي. ما كان في سلايد بتقول ان هي ماي بيرزست الى الادلت هود، وبنسميها بيرزست ان جوفينايل تي. بالنسبة للأدلت بيخاف من الإسكيميز مثلا، ممكن تكون حاجة مثلا إسكيميا، ويبدأ فكر بقى في أنتي كواجيليشن. هو طبعا هيكونسلت كارديولوجيست، يعني مش هيدي أنتي كواجيلا من نفسه ولا حاجة، غير إن أنت يعني لسه هتعمل السي تيز. أنا بكلمك يعني إزاي تعرف الحاجة في الإي سي جي، ده مش ده اللي هيحصل بالظبط. انا عايزه اقول لك بس ازاي تحسب الكيو تي بسرعه، ويبقى طلعت برضو من الفيديو ده ازاي بنحسب الكيو تي، وهكمل معاك. الكيو تي انترفال احنا بنحسبها من بدايه الكيو لحد نهايه التي ويف. تمام. ولازم نحسب حاجه اسمها الكوركتد كيو تي، يعني مش هي الكيو تي اللي انت هتحسبها دي. ليه؟ هي تعتبر الكيو تي كوركتد، دي هي الكيو تي اللي انت هتحسبها على جذر الار ار. مش بنحسب احنا الحاجات دي في ابلكيشنز على الموبايل، هتحسب لك. المهم يعني تبقى عارف ان الكوركتد كيو تي دي من 0.33 ل 0.44 سكند. لو احنا بنحسب بالملي سكند هنقول من 330 ل 440 ملي سكند. طبعا برضو انت مش واخد بالك بتحسب ازاي. لو انا رجعت للاي سي جي اللي فات ده كده، هقول لك بتحسبها ازاي. من اول الكيو ويف مثلا هنا لحد نهاية التي، خلاص في عندك كام مربع كبير؟ 1 2 3 مربع كبير. الديوريشن بتاعت كل مربع قد ايه؟ احنا قلنا قبل كده، او انا ما قلتش يعني، انت المفروض انت عارفها، ان المربع الصغير الديوريشن بتاعته اللي هي 4 من 100 سكند، والمربع الكبير اللي هو 5 مربعات صغيرين يعتبر 0.2، 2 من 10 سكند، 2 من 10 سكند. لما بنيجي نتكلم بالملي سكند بتبقى 200، يبقى 2 من 10 دي 200، يبقى هنا في عندك 2 من 10 3 مربعات بقى، يبقى كام؟ 600. يعني 6 من 10 يعني 600، يعني هنا كيو تي انترفال دي 600 ملي سكند، ولكن النورمال ان هي تبقى من 330 ل 440، فكده في prolonged كيو.
كيو تي. بتقعد بقى هتقعد تدور على الاسباب بتاعتها، ان في حاجات ميديكال وفي حاجات كونجنتال بالنسبه للاطفال بتعمل لونج كيو تي سيندروم. انا بس عايزاك تعرف ازاي تحسب الكيو تي دي، بتحسبها كده، والكوركتد بتحسبها هي نفس المسافه على جذر الار ار الانترفال دي، بس على الموبايل هو هيحسبها لك. ماشي، دي اول حاجه ان انت تحسب الكيو تي انترفال. طيب المشكله هنا ايه؟ لا المشكله دي حاجه اسمها السيريبرال تي ويف، يعني المشكله التي ويف اللي عند البنوته دي حاجه اسمها سيريبرال تي ويف. ايه السيريبرال تي ويف دي؟ دي عباره عن وايد سبريد جاينت تي ويف انفرجنز، يعني مش تي ويف انفرجن العبيطه اللي هي انفرتد تي عبيط، لا انت شفت التي ويف عامله ازاي هنا، يعني تي ويف هنا كان شكلها ايه، دي جاينت تي ويف انفرجن، تلاقي كده يعني تي ويف محترمه. كمان حاجه وايد سبريد، يعني هتلاقيها في الليدز الثانيه برضو، في ليد 2 موجوده، في ليد 3 موجوده، موست كومن هي بتبقى في الانترو لاترال ليدز، يعني بس ممكن تلاقيها في كل الليدز. فدي طبعا لا دي واصله لحد فين، دي عمرها طبعا ما تكون جوفينايل تي، فما تبقاش يعني ايه، لا دي جوفينايل تي، لا دي عمرها ما كانت جوفينايل تي ولا اي حاجه، تمام. دي اسمها السيريبرال تي ويف. انا بس عامله الفيديو ده عشان اديك معلومه صغيره ان في حاجه اسمها السيريبرال تي ويف، او ان في اي سي جي كاركترستكس في الحالات اللي معاها ريزد انتراكرينيال بريشر. ايه هي الكاركترستكس دي؟ اولهم هي الوايد سبريد جاينت تي ويف انفرجن اللي بنسميها السيريبرال تي ويفز، وكمان حاجه الكيو تي برولونجيشن اللي احنا حسبناها من الكيو تي انترفال، وكمان حاجه دي بقى الحاجه الوحيده تقريبا احنا عارفينها اللي هي ايه، البراديكارديا. احنا عارفين ان في انكريز انتراكرينيال بريشر بيبقى في حاجه اسمها الكوشنج ريفلكس، وده معناه ان هيبقى الحاله دي داخله في امبندنج هرنيشن، برين ستام هرنيشن. دي الثلاثه كاركترستيك للريزد انتراكرينيال بريشر. في other features ممكن تلاقيها في الاي سي جي بتاعهم، تلاقي الاس تي سيجمنت الفيشن ديبريشن، فده اللي هيبقى شكلها اكتر ماشيه ناحيه الاسكيميا او ناحيه البريكاردايتس. يو ويف امبليتيود انكريز واذر في اذر ديستربنس زي ساينس تاكي والجانريزم والبريماتيور فنتريكولر كونتراكشن. In some cases ممكن تلاقي الاي سي جي ريجنال وول موشن ابنورماليتي اللي هي بنسميها نيوروجينيك ستاند مايوكارديوم، يعني في ايفنس. طيب الحاجات دي بتحصل فين؟ من اشهر حالات بتحصل فيها السب اراكينويد هيمرج والانترا بارينكيمال هيمرج اللي هي الهيموراجيك ستروك. ممكن تحصل في حالات تانية، ايوه ماسيف اسكيميك ستروك بالنسبه لنا اكتر في الاطفال، التروماتيك برين انجري ممكن يحصل ده، والسيريبرال اي ميتاستيز. الاي سي جي تشينجز دي بتحصل، هل هي كومن؟ اه بالنسبه للادلت في ستادي استعملت ان السيريبرال تي ويف والبرولونج كيو تي بتحصل في 72% من حالات السب اراكنويد و 57% من حالات الانترا بارينكيمال هيموريدج. ايه الثيريز بتاعتها؟ ان في altered autonomic تون على فيجر ريسبونس، على ان ده ممكن يبقى سمباثيك سيرج عمل لك الكتريكال بروبلم او عمل مايوكارديال انجري، ايا كان يعني هي الثلاثه اللي انا قلتهم. في الاي سي جي ده بس كده، بص ده دي اذر كيسز يعني سب اراكنويد هيموريدج، هتلاقي في برضه في سيريبرال تي وماركت كيو تي برولونجيشن اللي هو الاي سي جي ده. بص كده هتلاقي برضه في انفرتد تي، لارج انفرتد تي ان ريليشن للكيو ار اس، يعني شوف الكيو ار اس قد ايه هي اصلا قد ايه. الكيو تي بص من بدايه هنا لحد نهايه التي ويف، مش لحد بدايتها، هتلاقي ده ماركت كيو تي برولونجيشن، وهتلاقي انفرتد تي موجوده في معظم الليد دي برضه. بص كده لو دي بنوته، دي برضو حاله كده 15 سنه جايه برضو في تروما، الاي سي جي بتاعها يعني ما فيش الانفرتد تي دي قوي، بس فيها حاجه تانية اليفيشن اس تي سيجمنت. بص هنا اس تي سيجمنت اليفيتد، يعني بص البي تي لاين يعني الاس تي فين فوق، واليفيتد شكلها كوف شبه بتاعه البريكارديتس، فانت ممكن برضو تكبر دماغك تقول اه دي بريكارديتس. بص هنا ST segment برضو انا عايزك تعرف ان في حاجة اسمها elevated ST segment، elevated ST segment هنا تمام كده، و elevated coof دي شبه البريكارديتس، لا دي مش بريكارديتس ولا حاجة، دي traumatic brain injury، والطفلة دي او هي البنت دي عندها 18 سنة، عندها severe traumatic brain injury massive raised intracranial pressure، والpatient دي كمان حاجة widespread ST elevation شبه البريكارديتس كده، ما كانش معها اي كارديك انجري ولا اي ابنورماليتي بتفسر الاس تي اليفيشن،
والاس تي سيجمنت دي نورمالايز بعد لما الانتراكرينيال بريشر رجع تاني للنورمال بعد الكنترول بالهايبرتونيك سالاين والثايوبنتال. دي واحده من الفيتشرز بتاعه الريزد انتراكرينيال بريشر، ناخد بالنا بس منها احنا نعرفها، حتى لو الحاجات دي انت ما كنتش عارفها قبل كده اعرفها. تمام، هي نفس الكيس من الاخر. يعني الكي بيرلز اللي انا عايز اقول لك عليها ان البريم بروبلمز اللي بتحصل بتعمل اي سي جي ابنورماليتيز بتعمل ايه، برولونجد كيو تي، لارج تي ويف انفيرجن، بتعمل اس تي تشينجز سبب شبه بتاعه الاسكيميا او شبه البريكاردايتس، وممكن تعمل ديسريزميا واشهرها طبعا البرادي كارديا. هكتفي بالشويه دول دلوقتي، وان شاء الله المره الجايه ممكن اقول لك على كيس تانية وممكن تبقى حاجات من الموست كومن. انا بفضل اقول بالطريقه دي بحيث ان انت تشوف يعني كيسز، حتى لو معلومه، حتى لو انت مش عندك بيزك كويسه والويفز شكلها ايه، والله هتبقى طلعت ب ال هتبقى طلعت هتبقى طلعت ب كيسز معينه تحفظها ما تنساهاش. يبقى دي السيربرال تي ويف والتشينجز اللي بتحصل في الانكريز انتراكرينيال بريشر. شكرا يا جماعه ان انتوا سمعتوا، لو في حاجه مش فاهمينها ممكن تبعتولي ان انا اكملها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.